دلوقتي خلونا نتابع مع حضراتكم لقاء مع الكاتبة والباحثة النسوية الأستاذة شيماء طنطاوي على هامش انعقاد جلسات الحوار الوطني، واللي أجرت الحوار الزميلة هبة حسين. هو من أبرز الحاجات اللي أنا اتكلمت عنها وحابة أتكلم عنها كمان هي إنه الناس كلها بتتكلم عن العنف الأسري على إنه مجرد العنف اللي بيحصل بين الزوجين فقط أو العنف الزواجي، بس في الحقيقة هو العنف الأسري مش بس العنف اللي بيحصل بين الزوجين فقط، العنف الأسري هو العنف اللي بيقع جوه نطاق الأسرة، سواء كانت الأسرة الصغيرة أو الأسرة الممتدة أو بين الزوجين. فاحنا بنلاقي أشكال مختلفة من العنف موجودة جوه العنف الأسري، زي العنف اللي بيحصل من الأب أو من الأم أو من الأخ أو من العم أو من الخال أو من الأهل، مش زوج وزوجة فقط، مش بس زوج وزوجة، بالعكس كمان الأطفال والطفلات اللي بيتعرضوا للعنف الأسري مشكلتهم بتكون أكبر، لأنه الصدمة النفسية في الوقت ده والصدمة الجسدية بتكون أقوى، وتأثيرها على النفس وعلى الجسد بيكون أقوى جدا، وفي نفس الوقت هم أطفال ما لهمش ملجأ، ما لهمش مكان يروحوا، هو المفروض إن هم بيحصلوا على الحماية والأمان من الأسرة، فان هم يتعرضوا من مصدر الحمايه والامان بتاعهم لعنف ده بيبقى قاسي جدا، بتبقى تجربه قاسيه في مراحل عمريه صغيره. ده حقيقي بتبقى تجربه قاسيه جدا وتاثيراتها بتبقى عنيفه جدا، فدي حاجه مهم ان احنا نتكلم عنها. احنا مش بنتكلم بس عن العنف. جسدتي ازاي في الادب والكتابات الخاصه بيكي لانها خاصه بالمراه، جسدتي ازاي المشكلات اللي بتعاني منها المراه؟ انا كتبت او بكتب في حاجات ليها علاقه بمقالات الراي والابحاث اكتر من الادب، بس عموما اتكلمت عن المشكلات زي تشويه الاعضاء التناسليه للنساء في سن مبكر، اتكلمت عن مشكلات ليها علاقه بحريه الحركه، انه ازاي الفتيات سواء قبل سن 18 سنه او بعد سن 18 سنه حتى لحد 21 وما فوق بيتمنعوا من اختيار التعليم، بيتمنعوا من العمل في احيان كثيره، بيتمنعوا من حريه اختيار الشكل او الملبس، طبعا مشكله ختان الاناث او تشويه الاعضاء التناسليه القانون بيجرمها دلوقتي، بس احنا كمان محتاجين نتكلم على فكره العداله التعويضيه، بمعنى احنا طول الوقت بنتكلم عن العداله العقابيه وان احنا نعاقب الجناه، بس ما بنتكلمش على اعداد الستات اللي تعرضت لعنف اسري عايشين حياتهم ازاي دلوقتي بعد ما تعرضوا للعنف وبعد ما بقوا ناجيات من العنف الاسري. هل الدوله والمجتمع بيقدم لهم اي شكل من اشكال التعويض؟ هل الدوله والمجتمع بيقدم لهم اي شكل من اشكال الخدمات النفسيه او الخدمات الصحيه؟ الدعم نفسي بالظبط، ودعم معنوي طبعاً. مادي في رأيك هل طبعاً. بتحتاج بعض النماذج للدعم المادي بشكل قوي؟ طبعا، يعني النساء الناجيات من العنف الأسري تحديدا مثلا من تجربة زي تجربة تشويه الأعضاء التناسلية، في دول في جنوب أفريقيا وفرنسا في مستشفيات لإعادة التأهيل، إعادة التأهيل النفسي وإعادة التأهيل الجسدي وإعادة التأهيل الصحي، فإحنا عندنا نسبة كبيرة جدا من السيدات اتعرضت لهذه التجربة، اتعرضت لهذه الجريمة، بنتكلم في معاقبة الجناة المستقبليين، بس ما بنتكلمش في العدالة التعويضية للستات اللي مرت بالتجربة القاسية دي. الستات دي محتاجة ان هي يبقى ليها دعم، حقها على المجتمع وحقها على الدولة انه يكون ليها شكل من اشكال الدعم. صندوق دعم المرأة ما بعد الطلاق وقانون الأحوال الشخصية كان من الأشياء الحاضرة والقضايا الهامة جدا اللي بتخص الأسرة المصرية. ده حقيقي. متهيألي انه قانون الاحوال الشخصيه من اهم الحاجات ومن اهم المحاور اللي احنا بنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن العنف الاسري، لانه هو جزء لا يتجزا من الموضوع. يعني احنا زي ما اتكلمنا عن العنف الاسري في نطاق الاطفال والطفلات، فاحنا بنتكلم على العنف الزواجي، والعنف الزواجي جزء كبير ومهم جدا منه هو ان احنا عندنا قانون احوال شخصيه بقاله اكتر من 100 سنه، فاحنا بنتكلم في سياق اجتماعي بقى مختلف، بنتكلم في سياق اقتصادي بقى مختلف، بيتكلم في سياق ثقافي بقى مختلف، فاحنا محتاجين نبص للسياق بتاعنا وبناء عليه نطور من القوانين بتاعتنا، يبقى عندنا قانون احوال شخصيه جديد، يبقى عندنا قانون احوال شخصيه بيبص للمراه على انها جزء مهم واساسي في المجتمع، بيبص لها على انها جزء مهم واساسي وشريك في الاسره، بيبص لها على ان هي مصدر للدخل القومي وللدخل داخل الاسره وبتعول العديد من الاسر، بتعول يعني في ستات
معظم الستات بتعول الاسر، ومعظم الستات دلوقتي بقت جزء من الدخل، من الدخل الاسره نفسها. فاحنا بنبص للنساء على انهم جزء من وشريك في المجتمع وفي الاسره، فمحتاجين نبص وضمان اساسي لسلامه المجتمع. طبعا طبعا الجزء اللي احنا بنتكلم فيه عن العنف الاسري، واحنا بنقول ان احنا ان العنف الاسري بيأثر على جوده حياه النساء في هذا البلد، وبالتالي هو بيأثر على جوده المجتمع نفسه، وبيأثر على جوده ماذا عن سرعه اجراءات التقاضي فيما يخص الاحوال الشخصيه؟ انا بشوف انه في قوانين، في قوانين، بس قوانين مبعثره. محتاجين يبقى في قانون موحد بيتكلم عن العنف ضد النساء، محتاجين انه القانون ده مش بس مجرد انه يبقى فيه قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في مصر، لا، يبقى في سياسات تحت القوانين دي، في سياسات المؤسسات الدولة والمؤسسات الحكومية بتتبعها. محتاجين مجتمع مدني يبقى بيشتغل على تنفيذ هذه السياسات، ويبقى بيشتغل على التوعية والتنمية. في الحقيقة انا بشوف انه سرعة التدخل وسرعة التنفيذ هي مش هتتم غير بتضافر كل جهود المجتمع، مش هتتم غير بان احنا يبقى عندنا تشريعات، ويبقى عندنا سياسات، ويبقى عندنا الدور بتاع المناصره والتوعيه كمان شغالين عليه، سواء كان في المؤسسات المجتمع المدني، سواء كان في المدارس، في الجامعات، في النوادي، في كل الاماكن اللي بتقدم توعيه وتنميه للمجتمع.